صباح وريم ورؤى، ثلاث مبدعات من جامعة الملك عبد العزيز حصلوا على شرف التكريم بمناسبة فوز مشروعهم إدماتش بالمركز الأول في مسابقة هاكاثون التحول الرقمي في التعليم في مؤتمر الجامعات الرقمية، واستلموا الجائزة من يد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وأكيد رح نتعرف على القصة كاملة من ضيفتنا رؤى التونسي اللي تتكلم اليوم باسم الفريق. اهلا وسهلا رؤى، منورتنا. اكيد نقول لك بدايه الف مبروك الفوز بالمركز الاول، وتستاهلوه اكيد، ولكن يعني بيضتوا الوجه فعلا، ومتحمسين نعرف القصه كامله منك. تمام، بدات قصتنا اول شيء في لحظه ترشيحنا كافضل ست فرق شاركت بفكرتها في الهاكاثون. والحمد لله صراحه في البدايه لما جانا الترشيح يعني ما تحمسنا، لانه كنا متخوفين من فكره ان احنا كيف حنوفق بين مشروع التخرج وبين الشغل على الهاكاثون. بس يعني الحمد لله بفضل الله وتحفيز مشرفتنا لنا استمرينا في الشغل، وبدأنا طبعا نشتغل على الهاكاثون خلال الأسبوع الماضي تقريبا. عملنا كل شيء يخص المشروع، من البوستر، من الريبورت، البرزنتيشن، الفيديو، هذا كله عملناه خلال مدة تقريبا قدرها من 4 إلى 5 أيام. هذا بالإضافة يعني مرة انضغطنا صراحة. فعلا يعني واضح جدا الوقت كان ضيق وواجهتوا ضغط كبير وصعوبات كثيرة عليكم، خصوصا يعني مع شغلكم في الجامعة وأيضا شغل الهاكاثون. فإيش اللي كان بيعطيكم دائما طاقة إيجابية عشان تكملوا وتستمروا في هذا المشروع؟ أكثر شيء كان يعطينا طاقة هو نفسنا، يعني دعمنا لنفسنا وشغلنا مع بعض. كنا دائما نحفز بعض، يعني حتى كان دائما شغلنا يكون مثلا آخر الليل وقت النوم إحنا خلاص نسحب على نومنا ونجلس نشتغل. يعطيكم العافية والله. كنا نحس إن إحنا جالسين نشارك التعب فيما بيننا، فما كنا نحس بشقاوة والله. طب جاء الوقت اللي نتكلم فيه عن فكرة مشروع إدماتش وأيضا القيمة المضافة اللي فيها. فكرتنا هي عبارة عن ويب سايت معززة بالذكاء الاصطناعي بتدعم الشخص انه يتعلم التعلم الذاتي عن طريق توفير خدمتين اساسية، وهي خدمة البحث وخدمة المقارنة. خدمة البحث ان احنا حنرشح لك فيها كورسات او دورات، وخدمة المقارنة انت تعطينا الكورسات اللي انت محتار فيها واحنا نرجح لك بينهم. جميل. يعني الموقع يقدم خدمة البحث وخدمة المقارنة. لو تشرح مميزات كل مثلا خدمة فيهم. اول شيء خدمة البحث، هذه الخدمة انه اكيد كل شخص تعلم ذاتي واجهته هذه المشكله في يوم من الايام، إن انا ابغى بس اتعلم في مجال محدد بس ما في ابغى احد خبير يرجح لي دوره. فهنا تيجي دور خدمه البحث، ان انت تجاوب على اسئله محدده، يعني مثلا ايش المجال اللي انت حابب تتعلمه، ايش مدى المامك ومهاراتك فيه، هل تفضل انه تكون الدوره انه نظريه اكثر ام عمليه، ونحو ذلك من الاسئله اللي تساعدنا نفهم اكثر ايش هي احتياجاتك، وبالتالي نوفر لك الكورسات او نرشح لك الكورسات اللي تناسبك اكثر. حلو، هذه خدمه البحث. والخدمة الثانية اللي هي خدمة المقارنة. هذه ان انت برضه يعني هذه مشكلة تواجهنا في عملية التعلم الذاتي، ان انت يكون عندك اكثر من كورس محتار بينهم ايش الافضل ما بينهم لك. فانت هنا تعطينا عناوين اليو ار ال لكل الكورسات اللي انت محتار ما بينها، واحنا نحلل بياناتها بناء على احتياجاتك، ونعطيك يعني بالنهاية تقرير يوضح نقاط الاختلاف ما بينهم عشان نساعدك على تحديد قرارك ونرجح برضه الافضل بينهم. حلو، طب برايك يعني مين هي الفئة المستهدفة اللي ممكن تستفيد من هذا الموقع؟ طبعا اول شيء طبعا اللي هي فئه كل الاشخاص المتعلمين مدى الحياه اللي يحبوا يتعلموا دائما ويطوروا مهاراتهم خارج اطار التعليم الرسمي، وكمان طبعا اصحاب العمل اللي يبغوا يدوروا على كورسات تناسب موظفينهم عشان يدربوهم على مهارات محدده، وكمان اصحاب الباحثين على العمل اللي يبغوا يطوروا مهاراتهم في مجال محدد حتى ينقبلوا ويقووا سيرهم الذاتيه. جميل والله، انا حبيت فكره الموقع. الله يسعدك كثير ما شاء الله عليكم، انتم ثلاث طالبات اشتغلتوا على فكرة المشروع، رؤى وريم وصباح، وأكيد ريم وصباح نوجه لهم تحية موجودين معنا اليوم، ولكن أنت ما شاء الله عليك يعني كفيتي ووفيتي. ودي أعرف يعني تفاصيل أكثر، كيف مثلا وزعتوا المسؤوليات بينكم، كيف كنتوا بتشتغلوا فترة قصيرة جدا، يعني تقريبا من 4 إلى 5 أيام، أنتوا الثلاثة بس اللي ما شاء الله تبارك الله فزتوا بالمركز الأول. الحمد لله، طبعا هذا كله بفضل ربنا، بعدين بفضل جهود الفريق المتضانية.
يعني من جد كنا وحده واحده في كل حاجه اشتغلنا عليها. كنا نحدد ايش هي المحاور اللي نحتاج نتكلم عنها في هذا الشيء ونقسمها بيننا، فما كنا نحس بتعب الشغل هذا لانه كان يتقسم بيننا بالتساوي، كل وحده تعطي في النهايه يعني مجهود ما نحتاج نعدل عليه حتى. الحمد لله. حلو. والدعم العلمي والنفسي ايضا يعني جزء مهم جدا من النجاح. صح. فمن وين كنت بتلاقوا هذا الدعم؟ برضه زي ما قلت قبل انه الدعم صراحه كان اكبر دعم هو نفسنا، نحن كنا ندعم بعض. فلو واحدة مثلا يعني حست فجاه ان انا خلاص ابغى اوقف ومره تعبت في نص الطريق، لما تشوف بقيه اعضاء الفريق جالسين يعني مستميتين على الشغل تتحمس ويرجع لها الشغف مره ثانيه. وحتى فكره انه كل واحده فينا كانت تؤدي افضل ما عندها كانت تحفز الثانيه ان هي اولا ما تخذل نفسها وثانيا ما تخذل حتى اعضاء فريقها. الله. وطبعا اكيد كمان دعم مشرفتنا لنا الله يسعدها، فهذا كان يعني كان دعم علمي ودعم نفسي كمان. اكيد وجه لها تحيه، وهذا الانجاز يعني باركت لكم عليه اداره الجامعه ما شاء الله تبارك الله. أيوة. فكيف ممكن ينعكس عليكم في المستقبل؟ اكيد هذه مسؤوليه كبيره اقدر اقول انها انحطت على اعتاقكم. طبعا الحمد لله يعني احنا جامعتنا دائما كليتنا يترشح فيها الطالبات للهاكاثونات ويفوزوا، فهذا طبعا شرف لنا ان احنا كنا من ضمن الفئه المختاره هذه. طبعا اكيد هذا الشيء حيأثر على مستقبلنا بصوره ايجابيه الحمد لله، سواء كان في البيئه الشبكه الاجتماعيه اللي احنا بنيناها في الهاكاثون وكيف حتأثر على مستقبلنا الوظيفي او حتى مستقبلنا التعليمي اللي سمعتنا في الجامعه وكل هذه الاشياء. يعني الحمد لله الصوره كانت جدا حلوه. جميل. وما انتم خايفين ابدا من المسؤوليه صح؟ انتم قدها ان شاء الله. ايوه باذن الله. وان شاء الله باذن الله حنحتفل في المره القادمه بانجازات اكبر واكثر. ودي اعرف يعني كلمتك اليوم لكل طالب وطالبه عندهم هذا الشغف، عندهم الطموح، بس مثلا مو عارفين من وين يبداوا. انا اكيد بانه كلمتك اليوم راح تكون مؤثره جدا فيهم، ايش تقولي لهم؟ مشكلتنا احنا كبشر اننا دائما نخاف نجرب التجارب الجديده مخافه الفشل، ولكن إن لو نشوف الامور من منظور اخر ففكره الفشل نفسها حاجه غير واقعيه، لانه دائما التجارب لها تطلع عدد من النتائج، احد النتائج هذه هي الصوره اللي احنا نحاول نوصل لها دائما، ولكن هذا لا يعني ان احنا لو ما وصلنا لهذا النتيجه معناته احنا فشلنا، لا احنا وصلنا لنتائج ثانيه غيرها، طورنا من نفسنا، اكتسبنا مهارات كثيره. فالشيء اللي ابغى اقوله للطالبه انه دائما اول خطوه انه دائما تتذكر انه اكبر انجازات الحياه بدات بقرار المحاوله، ان انت دائما تحاول وتتخطى وتكسر حاجز الفشل. اكيد. وبهذه النصيحه اختم معك حلقه اليوم، فعلا فخورين فيكم كثير رؤى وفريم، وصباح ايضا نورتينا وشرفتينا اليوم. نتمنى لكم يعني اكيد توفيق دائما في مستقبلكم. شكرا لك. شكرا لك. انا قبل لا اختم السار على اللوحه صارت جاهزه، متحمسه كثير اشوفها. أيوة. وحبيت التفاصيل فعلا، يعطيكي الف عافيه ونورتينا وشرفتينا. شايفين شعار روتانا خليجيه في الاخير وهذه اللقطه الختاميه اللي اكيد راح نختم فيها. شكرا لك الاء، يعطيك العافيه، نورتينا اليوم. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة. مرحبين بكل أراكم واستفساراتكم، وأكيد من فريق ساعة شباب مني أنا لمياء غالب كل التحية. نشوفكم بكرة في أمان الله.